90 2018. دكتور احمد الجواري اخصائي القلب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ممكن حضرتك تقول لنا متوقع تشوف ايه جديد في مجال الطب والكارديو اليكس السنه دي؟ خليني اقول لك ان كارديو اليكس معودنا ان كل سنه بيضيف ابديت سواء في الدورات اللي بيعملها او في المواضيع حتى اللي بيطرحها في المحاضرات او حتى في التريننج اللي موجود. في حاجه مهمه جدا احنا محتاجينها في مصر عامه يعني، وسواء في مجال الطب او في مجالات تانية، قصه الريسيرش. الريسيرش ان انت يبقى عندك داتابيز لكل العيانين تقدر تطلع منهم ريسيرش ستادي، تقدر توصل لقيمه البحث العلمي في مصر، وده يمكن حاجه احنا مفتقدينها جدا في مصر يعني. عايزين اعرف هل في عوامل خطوره موجوده او عوامل بتاثر على مريض زي مريض القلب او اي مريض تاني. فاحنا محتاجين ان احنا نركز جدا على على على, على الريسيرش، ويكون عندنا ناس معينه خاصه بالريسيرش في كل مكان زي محل القلب او اي مستشفى حكومي او اي مستشفى، مش عاوز اقول مستشفى خاص، خلينا اقول لك ان المراكز الكبيره لازم نقدر نحط بوزيشن كبير قوي او بوزيشن وفاند كمان لحد يقدر يكولكت الداتا الخاصه بالعيان ويطلعها في صوره ريسيرش ستادي نقدر ننشرها في المجلات الاوروبيه والعالميه ونطلع منها اساليب جديده لعلاج الامراض اللي احيانا بتكون مؤثره بشكل كبير قوي على الانسان. اوكي. ممكن حضرتك تقول لنا ايه التقنيات اللي موجوده جديده في دراسه الموجات الصوتيه على القلب؟ من اهم الحاجات اللي نقدر نحدد بيها كفاءه القلب بنسميها الايكو باختصارها، اللي هي الموجات الصوتيه على القلب يعني، وده موجوده من زمان وكل يوم عن التاني بيحصل فيها ابديت. بدات الاول بالام مود وبعد كده بالتو دي وبعد كده تيشو دوبلر ووصلت للسبيكل، وطبعا ده كله بتكلم على تو دي، في طبعا 3 دي وفي 4 دي دلوقتي. الموجات الصوتيه على القلب ليها كذا وظيفه، غير ان هي بتقيم كفاءه القلب، بتحدد هل في حاجات تانية خاصه بصمامات القلب فيها مشكله موجوده او لا. الكفاءه طبعا في اساليب جديده قوي بقى موجوده او تقنيات موجوده في الموجات الصوتيه، السبيكل تراكنج وتيشو دوبلر دومت حاجه كويسه جدا. ان هو وانس ان انت حتى المريض ممكن بالتو دي ايكو او تو دي موجات صوتيه على القلب اللي هي العاديه خالص البيزك بتاعتنا، الموجات تقول ان المريض نفسه كويس، مفيش فيه اي خلل في جزء معين في العضله، بس عن طريق السبيكل تراكنج او التقنيه الحديثه اللي احنا بنقول عليها ده يقدر يقول لا المريض ده معرض او المريض ده بالفعل عنده مشكله ومحتاج علاج ومحتاج انظر انفستيجيشن ومحتاج بروسيد او للقسطره او لشيء تاني سواء السي تي او الام ار اي او خلافه. الايكو تقريبا كل سنه في ابديت زي ما قلت لك، سواء بالتو دي او 3 دي او 4 دي. دايما حابين ان احنا نبقى ملمين بشكل كامل بالابديت عن طريق الايكو. يمكن عندنا حتى في مصر دلوقتي في دورات كتير قوي بتعمل سواء على 3 دي او 4 دي بحيث يبقى الناس اورينتد، وحتى على التقنيات الحديثه اللي موجوده في 2 دي اللي هو السبيكل والتيشو دوبلر. حابين قوي ان دكتور القلب يبقى عنده الكفاءه الكبيره قوي، ان هو وانس ان المريض مش يجي العياده او يجي المكان اللي هو بيكشف فيه حتى لو مع اي عرض يقدر عن طريق التقنيات الحديثه اللي موجوده في الايكو يطلع ان المريض اوريدي بالفعل هيلثي كويس مفيش في اي حاجه، ولا لا عنده مشكله ومحتاج بروسيد لنظر انفستيجيشن او نظر تيم. بالنسبه للادفايس يعني بصراحه يعني يمكن اساتذتنا والجامعيه القلب طبعا على راسها دكتور مجدي ودكتور سامح والتيم اللي معاه، حتى الاساتذه اللي موجوده في الجامعات المصريه، في حاجه موجوده يمكن موجوده على الام دي بصفه بشكل كبير جدا يعني اللي هو كونتينوس ميديكال ايدوكيشن، تعليم الطب المستمر، ويمكن اتطور قوي تعليم الطب المستمر لانه انتشر بقى سوشيال ميديا اكتر كمان، غير ان هو بس مش مطالب ان الجونيور ان هو يبقى يحضر مؤتمر او يحضر ندوه او يحضر دوره، لا في جامعات او في جمعيات كمان موجوده، هو على امثلتها كتير او الإليابة كمثال، في كونتينوس ميديكال ايدوكيشن موجود بتقدر توصل معلومه طبيه وابديت خاص ب
بالقلب ككارديولوجيكال فيلد موجود لاطباء الجونيور. وحتى كمان عايز اقول لك ان البروفيتور او الـ او الـ او المدرسين المدرسين المساعدين الاخصين بصراحه كميه استفاده غير طبيعيه سواء عن طريق السوشيال ميديا او سواء عن طريق المؤتمرات اللي بتعمل تقريبا صفه سنويه. ميرسي 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 ليك.